سأذكر معنى الفقه، مراد الفقهاء بكلمة الفقه، ماذا يقصدون بها؟ إذن الفقه معناه هو ما يقوم على أمرين اثنين، ما يقوم على أمرين اثنين، الأمر الأول معرفة حكم المسألة، والأمر الثاني معرفة دليلها، معرفة حكم المسألة ومعرفة دليلها. إذن الفقه ما هو؟ هو معرفة الحكم بدليله. مثلا من اللي كنقولوا الصلاة واجبة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، إذن هذا هو الفقه. ماذا عندنا في الفقه؟ عندنا حكم، ما هو الحكم؟ هو وجوب الصلاة. وعندنا دليل، الدليل هو الآية التي سمعتم وأقيموا الصلاة. إذن أنا مطالب باش نبين الحكم ونبين دليل هذا الحكم. وشنو المقصود بالحكم؟ المقصود بالحكم هي ديك الأمور الخمسة، الوجوب، الاستحباب، تحريم، الكراهة، الإباحة. يعني أي مسألة، مسألة تعلقت بالطهارة، تعلقت بالصلاة، تعلقت بالصيام، تعلقت بالنكاح، تعلقت بالبيوع، ما حكمها؟ واش حكمها الوجوب، حكمها الاستحباب، حكمها التحريم، حكمها الكراهة، حكمها الإباحة؟ ما كنخرجش على هذه الأحكام الخمسة. أي مسألة، أي مسألة إلا وعندها حكم من هذه الأحكام لا أخرج عنها. إذن من اللي كنذكر هذاك الحكم لابد أن أذكر دليله. من اللي كنقول هذا الفعل حكمه الوجوب، دليله قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، دليل هذا الحكم هو الاستحباب، دليله الآية الفلانية، الحديث الفلاني، يرحمك الله يرحمك الله. من اللي كنقول هذا الحكم حكمه هو التحريم، لابد من معرفة دليله. إذن شنا هو الفقه؟ المراد بالفقه هو اللي كنجمع بين جوج ديال الأمور. شنا هي المسألة الأولى؟ حكم المسألة. الأمر الثاني دليل المسألة. إذن هذا هو الفقه. لهذا قالوا في تعريفه، في تعريف الفقه، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يعني أن أعرف الحكم بدليله التفصيلي. بحال مثلا الصيام، ما حكم الصيام؟ حكم الصيام هو الوجوب، والدليل هو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.